السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكبي. والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن مشكله تراكم دهون في الجسم، ازاي نقدر نتخلص من المشكله دي، وكمان هعرض عليكم مجموعه تمارين هتساعد وتفيد كل واحد فيكم في ينقص الوزن وشد الترهلات. قبل اي حاجه ومن قبل ما نبدا الفيديو مع بعض كالعاده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير للفيديو عشان خيركم يستفيد. ولا بينا نبدا الفيديو. تراكم دهون الجسم بتعتبر من اكبر المشاكل اللي بتواجه ناس كتير جدا. طبعا كلنا عارفين ان دهون الجسم بيصعب التخلص منها بسهوله، بس ما فيش مستحيل. واغلبيه الناس انا دايما بشوفهم بيحسوا بالاحراق الشديد بسبب تراكم دهون الجسم، بس انا من دلوقتي بقول لكم ما فيش داعي للقلق وما فيش داعي للاحراق، وكمان عايزكم تطمنوا ما تقلقوش من اي حاجه خالص، لان في مجموعه تمارين انا هعرضها عليكم هتساعد وتفيد كل واحد فيكم في انقاص الوزن وحرق دهون الجسم وشد الترهلات في نفس الوقت. بس من قبل ما نشوف التمارين دي مع بعض، في حاجات اساسيه وثابته طول ما انتوا هدفكم انكم تنقصوا من وزنكم او تخسوا وكمان تحرقوا دهون وتشدوا ترهلات في نفس الوقت. ودلوقتي نعرف مع بعض ايه اول حاجه دي. يلا بينا. اول حاجه الميه. دايما بنصح اي حد ان هو يهتم بشرب الميه كويس جدا جدا، مش اقل من 3 او 4 لتر في اليوم، لاننا كلنا عارفين ان جسمنا بيتكون من 70% من الميه، وكمان شرب الميه سواء في التمرين او قبل التمرين او في التمرين بتساعد على حرق نسبه كبيره جدا او كميه كبيره جدا من السعرات الحراريه، وكمان تعمل على تبتيد الدهون. وفي حاجه تانية برضه كويسه وجميله ومهمه جدا بخصوص الميه وهتساعد وتفيد اي حد فيكم ناوي ان هو يتخلص من الدهون المتراكمه في الجسم، وهو انكم تشربوا كوبايتين ميه على الريق، ميه دافيه. ولو ما حبيتوش انكم تشربوا ميه دافيه لوحدها، تقدروا تعصروا عليها نص ليمونه على الكوبايه الاولى والكوبايه الثانيه، نص ليمونه هنا ونص ليمونه هنا. الموضوع ده ممتاز جدا وبينجح مع ناس كتير، وزي ما قلت لكم بيساعد على التخلص من الدهون المتراكمه في الجسم، وكمان بيساعد على تفتيت الدهون. بس انكم تشربوا كوبايتين ميه دافيه سواء بالليمون او من غير الليمون، يفضل ان هو يكون على الريق، يعني تصحوا من النوم تشربوا كوبايتين ميه دول. وزي ما قلت لكم الاهم انكم تشربوا ميه في التمرين او بعد التمرين او قبل التمرين، لان الميه بتمنع كفاف العضلات وبتمنع حدوث تصلب العضلات. ثاني حاجه الاهتمام بالفواكه والخضار. طبعا كلنا عارفين انه اي حد فيكم سواء فتره التنشيف او فتره الدايت او فتره نظام الغذائي او فتره الرشيم، احيانا بيحصل لاي حد فيكم هبوط، او بتحسوا مثلا بتوخه، بتحسوا ان انتم مش قادرين تكملوا يومكم، بتحسوا ان انتم ما عندكمش القدره على انكم تكملوا تمرينكم او تكملوا اي حاجه في حياتكم اليوميه. وطبعا ده بسبب قله نقص الفيتامينات اللي في جسمكم. الفيتامينات دي بتيجي عن طريق الخضار والفواكه زي ما قلت لكم، وبرده عشان جسمكم يستفيد من الفيتامينات دي بقدر ما هو يقدر عليه، لازم تشربوا كميه كبيره جدا جدا من الميه، مش اقل من 3 او 4 لتر في اليوم. وانا دايما بنصح اي حد بالكلمتين دول. وليه قلت لازم تشربوا ميه طول ما انتم عايزين تستفيدوا من الخضار او الفواكه دي؟ لان الميه بتخلي الجسم يمتص ويستفاد من الفيتامينات الموجوده سواء في الخضار او في الفواكه. وانتوا لو ما اهتمتوش بالميه كويس، انسوا خالص ان جسمكم هيقدر يستفيد من الفيتامينات الموجوده سواء في الخضار او في الفواكه. تالت حاجه وجبه الفطار. طبعا كلنا عارفين ان وجبه الفطار بتعتبر من اهم الوجبات اليوميه اللي المفروض كلنا نهتم بيها، بس للاسف اغلب الناس مش مهتمين بالفطار. ولازم تعرفوا كويس ان وجبه الفطار بتعتبر عامل مهم ورئيسي جدا في زياده معدل حرق الجسم، وكمان بتتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه الجسم، لانها بتبقى اول حاجه بتخش جسمنا، بتبقى عباره عن عمليه حرق او ماكينه حرق بتحرق كل الدهون المتخزنه في جسمك. وبعد ما عرفنا مع بعض اكتر 3 حاجات اساسيه وثابتين طول ما انتوا هدفكم انكم تنقصوا من وزنكم وتحرقوا دهون الجسم وتشدوا الترهلات في نفس الوقت، دلوقتي هعرض عليكم مجموعه تمارين اللي انا قلت لكم عليها في بدايه الفيديو هتساعد وهتفيد كل واحد فيكم. بس في حاجه مهمه جدا برضو، هي انكم تتمرنوا 4 ايام في الاسبوع، يعني يومين تمرين ويوم راحه، يومين تمرين ويوم راحه. دلوقتي هنشوف مع بعض اول تمرين، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه احنا هنعمل مع بعض اول تمرين. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان التمرين انتوا هتشوفوه ده هتلاقوا دايما في كل الفيديوهات الجايه، او مش في كل الفيديوهات، اغلب الفيديوهات، عشان محدش يستغرب ويسال ليه التمرين ده ثابت وكمان ليه التمرين ده ما بيتغيرش. بس احب اقول لكم ان انا دايما بحب اعتمد على التمرين ده لانه بيساعد جدا جدا في شد ترهلات البطن والاجناب ويعتبر الجسم كله، وبالاخص منطقه البطن السفليه
طبعا كلنا بنهتم بالبطن السفليه بشكل كبير جدا بحيث انها تبقى مشتوته ونتخلص من الدهون الموجوده فيها. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو هعرض عليكم مجموعه تمارين هنعملها 4 أيام في الاسبوع، يعني يومين تمرين يوم راحه، يومين تمرين يوم راحه لمده شهر. وانا بوعدكم بتمنى لكم انكم بعد شهر هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا. والتمرين اللي احنا هنخش عليه دلوقتي هنعمله 4 مجموعات في 25 عده. تمام، يلا شوفوا نعمل ايه. بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنخش على التمرين الثاني. التمرين الثاني هدفه والحاجه الوحيده اللي فيه اللي دايما انا متعلق بالتمرين ده ان هو بيساعد على شد ترهلات البطن السفليه والبطن العلويه والاكناب، وكمان احيانا بيبقى له عامل رئيسي في ان هو يشد ترهلات الصدر بنسبه 20% أو 30%. والتمرين ده هنعمله 4 مجموعات في 20 عده. تابعوني. وبعد ما خلصنا مع بعض التمرين الاول والتمرين الثاني هنخش على التمرين الثالث. التمرين الثالث ممتاز جدا بالاخص ان هو بيشد المنطقه الاماميه دايما سواء من الصدر او البطن او الفخاد. دلوقتي التمرين ده هنعمله 5 مجموعات في 25 عده. يلا تابعوني. وبعد ما خلصنا مع بعض التمرين الاول والثاني والثالث هنخش دلوقتي على التمرين الرابع. التمرين الرابع ده ممتاز جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وانا بنصحكم واتمنى انكم تسمعوا كلامي وتعملوا التمرين ده، لان التمرين ده الوحيد اللي هيساعد اي واحد فيكم او اي واحده فيكم على شد ترهلات الذراع سواء الاماميه او الخلفيه، وكمان في نفس الوقت هيساعد على شد ترهلات الكتف. تمام، تابعوني. والتمرين ده بما ان هو مهم جدا وبيساعد على حل مشكلة ترهلات كل واحد فيكم اللي بيعاني من مشكلة تراكم الدهون أو بيعاني من مشكلة ترهلات الذراع، هنعمل التمرين ده 5 مجموعات في 25 عدة. تابعوني. بعد ما عملنا مع بعض الـ4 تمارين اللي هتساعد في مشكلة كل واحد فيكم، دلوقتي هنعمل تمرين اللي هو الخامس ويعتبر آخر تمرين. التمرين ده هنعمله 5 مجموعات في 25 عدة، والهدف من التمرين ده إن هو بيشد ترهلات الفخذ الأمامية والخلفية. يلا بينا. طبعا العدد اللي هنعمله في اليمين هنعمله برضه في الشمال. انا عايزكم تعرفوا دايما ان انا ما بعملش العدد كامل علشان ما اطولش الفيديو عليكم، انتوا كمان ما تسحقوش وانتوا بتتفرجوا، بس طبعا انتوا مطلوب منكم انكم تعملوا العدد اللي انا قلت لكم عليه. بعد ما عملنا مع بعض الـ5 تمارين في حاجه تانية برضو هي الاخيره بقى، هو تمرين البلانك. طبعا كلنا عارفين ان تمرين البلانك على قد ما هو صعب بس النتيجه بتاعته ممتازه جدا، والتمرين ده بيعتمد على الوقت مش على العدد. يعني انتم مطلوب منكم انكم تعملوا 4 مجموعات في نص دقيقة او دقيقة كاملة. مثلا دلوقتي هنعمل مع بعض مجموعة واحدة، المجموعة دي هتبقى لمدة نص دقيقة او دقيقة. وزي ما قلت لكم انا مش هعمل كل حاجة كاملة عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وانتم كمان عشان ما تسحقوش. وللمرة الأخيرة تمرين ده 4 مجموعات في نص دقيقة او دقيقة كاملة على قد ما تقدروا يعني. تمام، يلا بينا.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده. زي ما احنا متعودين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق كومنت تحت واجاوب عليه باقرب وقت، او تقدروا تتواصل معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير للفيديو عشان خيركم يستفيد، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. ما تنسوش انكم تدعموني وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم بعد فتره ربنا هوصل لحلمي. السلام عليكم.